وعلى آله وصحبه عدد ما قام بأداء حكمه. اللهم صل على سيدنا محمد الكافي وعلى آله وصحبه عدد ما قام بأداء حكمه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي اصطفى لمحبته الذات المحمدية من القدم وجعلها واسطة لكل إنسان، وأبرزها أولا في حضرته الواحدية، وفرى عنها سائر الأكوان، وأمدها بأنواره العظيمة الشعشعانية، وأوصل إمدادها لجملة الأعيان. أحمده أن جعلنا من هذه الأمة المرضية، وكملنا بالانطواء جوف حجاب هذا الدر المصان، ورحمنا بهدي وسنته الغوية، وشرفنا بنزول هذا القرآن، وطهر قلوبنا بحب هذه الجوهرة الفردية، فصارت قلوبنا طاهرة مطهرة من الطغيان، وأفاض على سرائرنا من الود لهذه المعاني العلمية، ونطقنا بالحكمة التي تشرف بها الثقلان، وأهل عقولنا للتأمل، فاقتدينا بتلك الأبعاد العلية، فرقنا على درج العناية لأعلى الجنان، واشكره على ما خصنا من فضله به من مزية، وهي تأخيرنا في أمة هم شهداء الله بحق ونصران، وأيدنا بالعلوم المكنونة المخزونة الإلهية اللدنية، وذلك باقتفائنا لآثار نقطة المعان، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة أتحقق بها، وأشهد إفراد الأحدية، وأعلو بها إلى منازل الموحدين المنزهين الحق عن المكان، وأشهد أن سيدنا محمدا الذي من بيم اسمه امتد سائر العوالم الخلقية، وهو عبد الله ورسوله ورحمته التي رحم بها الملوان، ومن ميمه الأخرى تعينت مياه العوالم الحسية والمعنوية وامتلاؤها بأنوار وأسرار وإزعان، ومن دال ذلك الاسم دامت نظامات الممالك الملكية، ودامت صولة الدين ببركته ونفعها في العلمان، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ما ظهرت أسرار حكمية، وما برزت علوم وحكم ومعرفة وألزم في البعض الكتمان. اللهم صل وسلم على قبلة تجلياتك الربانية، محل نظرك من الوجود عالي الشان، كتاب أسرارك المنطوية الحقية العلمية، مسهر الرحمة من حضرتها ومجلس مك الرحمن، وعلى آله وصحبه ما استقامت الملة الحنيفية، وما ترجم بلسان الشريعة والحقيقة ترجمان. اللهم صل وسلم على الذات المحمدية، واغفر لنا ما يكون وما قد كان. وأما بعد فلما كان يوم الجمعة وقع في الخاطر تأليف مولد يتلى في بعض أخبار ولادته الحقيقة الأحمدية، وسطع الوارد بتسميته بالأسرار الربانية في مولد منوضع ومصحوب بالختان والدرر الوابية